يحصد بعد تسعه اشهر من الصبر تتطاير الاشواك الناعمه في وجهه لكنها لم تمنعه من قطف ثماره التي ينتظرها من عام الى عام ارتدى قفازات تحميه من الشوك وظل يمضي في قطف حبات الثمار الواحده والأخرى ليبيعها الى التجار هو يبقى من نص سته لغايه مثلا 10 خمسة 15 8 كده. ديت فترة الحصار بعد كده خلاص ما فيش تاني يبقى الزرع كده انتهى ما عادش فيه بيبدا بقى يصوم بقى سعيد مزارع يتوجه مع ساعات الصباح الاولى لجني ثمار الصبر كما سماها المزارع الخمسيني حيث يقف عكس اتجاه الريح حتى يتمكن من قطف الثمار دون اذى حصاد التين ده قبل قبل طلوع الشمس او او بعد مثلا في فتره الغروب بعد غروب الشمس كده في عشان الشوك في التين ماشي وبيتعبى القفص زي حضرتك ما شفت كده بمساحه القفص بتلبس طبعا الزي بتاع الجمع معاك جوانتي معاك حاجه مدريه دراعتك عشان الشوك وعشان الكلام ده تنتشر في مصر مزارع التين الشوكي الذي يعتبر فاكهه الصيف الشعبيه التي يعشقها المصريون فهذه الفاكهه لا تحتاج الى كثير من الجهد والرعايه حيث يتم ريُه فقط خمس مرات في العام الواحد. فاكهه لها عناصر في عناصر غذائيه كثيره ولها مردود اقتصادي خاصه مقارنه بال بالتكاليف لان تكلفته بسيطه مقارنه بالمحاصيل الاخرى. سهل في زراعته وتحملاته لدرجات الحراره العاليه وندره المياه. لذلك هو له قيمه اقتصاديه كبيره هو يعني ممكن يتم ريو كل شهرين مره مره خفيفه مش للتسميد لا يخلو بيت في مصر من هذه الفاكهه خاصه مع ارتفاع درجات الحراره حيث يلجا اليه المصريون كنوع من الترطيب لطالما عرفت فاكهه التين الشوكي بانها فاكهه البسطاء لكن الامر الان لم يعد كذلك فسعر الواحده منها بات يتجاوز الخمسه جنيهات مصريه ورغم ذلك لا تزال للمصريين فاكهه السعاده وان كان القليل منها لا يكفي لاشباع عشاقها محمد نشات الغد محافظه البحيره